طولت. طمني شلون وضعه؟ وضعه صار أحسن بس لهلأ ما حكت ولا كلمة. أهلا وينهم هلأ؟ أنت قدرت تفوت لعنده؟ عم يحكوا مع الدكتور وأنا فتت بس ما تجاوبت مع أسئلتي أبدا. بدي أحكي معها لحالي. برافو مرجاني، الكل عرفوا إنه أنت قوية هلأ، رح تتعافي إن شاء الله. أنت ما بتعملي بحالك هيك، أنا بعرف. أنت عم تفهمي كلامي مو؟ مرجاني معناته قوليلي إذا فيدات عمل فيكي هيك شدي عايدي بقوة. الله يلعن هالحظ. فهمني شو قالوا عن وضعه بالضبط. مرجاني ما عم تحكي، هاد كل اللي قدرت أعرفه. طيب خليك بعيد. فيدات اهدى شوي، المفروض تكون مبسوط مو مزعوج. ابتسم يلا غير ملامحك بسرعة. هدول ليش هون؟ فيني أعرف شو عم بتساوي هون؟ صدق اللي قال إنه القاتل بيرجع على موقع جريمته، بس كنت ناطرك ببيتنا فيدات. أنت شو عم بتخبص؟ أي جريمة هي؟ بعد ايه نفس شعر نفس قلت لك شو عم تساوي؟ ستك تركي البنت، تركيها ما تنسيها. ارجع مرجاني، هدي حالك، شدي على ايدي مرة تانية إذا فيدات عملها. يلا انت شنقتها. الكوابيس اللي كنت تشوفيها بسبب عيشتك مع الشيطان 8 سنين لساتها مستمرة. اصحي بقى، اصحي يلا اصحي. بعد ليش شنقتها ولك؟ انتو شو عم تعملوا؟ انقلعوا من هون فورا. امي شو بدك اكتر من اللي صار؟ لسا من ورا حضرتك ابي انحبس، ولما فقت اختي استكترتوا علينا هالشي. ولك كيف ممكن الحقد يعمي عيونكم لهي الدرجة؟ خلص شوفوا الحقيقة، هذا المتوحش هو اللي شنق اختي. حطتني براسها، صحيح تركتني بس هي بالها عندي دائما. ولك لسانك بصوا عم تفهم. خلصنا فيدات، ليش ليشنق لاختي؟ حاسة ظلموه بقى مشان ابوكي يقتل طاهر، وهي ابوكي بالحبس. مرجاني هلا قالت لي انه هو. ليش مرجاني حكيت؟ لا بس شدت لي عايدي، ولما سمعت صوت الوحش تسرع قلبها. أنا بوقتها كنت بالمحكمة وبتعرفوا، هي لما شدت إيدك قصدها تقول بسببك انتحرت لأنه أخذت خطيبي مني يا نفس. شو عم تحكي يا كلب؟ رح أذبحك وخلص البشر من شرك. ولك حاج روحي، روحي من هون. ولك أوعك خد مرتك وروح من هون. طاهر كاليلي نظر بدكم تندموا، صدقيني سبق وحذرتك إنه فيدات وحش مانو إنسان. رايحين على البيت؟ لا رايحين على البحر. نفس قانون بدها تخبرني بشي. انا بشو بدي خبرك؟ ما عم افهم. ما بعرف انت بتعرفي بشو. منيح وما بتخلوا فيدات يفوت لعندها. امرك حاضر سيدي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.